معاكم قسومة وبالقاسم وهذه إستر مرتي. اليوم معايا ما فهم على إستر معايا شونسون وشاكي. لا بأس الحمد لله. شيز لا بأس. راجلي وأنا يا راجلي راجلي. السلام عليكم. السلام عليكم. استاذ لولو طوب اخبركم شو راح ندير لاني خبرتكم بده شو راح نديركم ونخبركم هنا رايفيق هذا يفهم ولا لا يفهم. دنا ريس وجاب لي امي فوالا. ثانك يو شخصيات مثالية بأشكال وأجسام رشيقة، حياة مترفة لا تخلو من المظاهر، أسر وأزواج سعداء، وظائف مثالية، حياة تحت الأضواء. صورة قد تبدو جميلة ساهمت في انتشار حلم الزواج بالأجانب. يقع الزواج تتلاشى الأحلام ويتحول الواقع إلى كابوس. لماذا تتغير تلك الصور؟ الأجوبة في هذا التحقيق. إلى وقت ليس ببعيد كانت الأسر الجزائرية لا تزوج بناتها وأولادها إلا لمن تعرف محيطه وماضيه. أما اليوم فصارت الجزائريات والجزائريون يتزوجون أجانب دون التدقيق لا في الماضي ولا الهوية ولا حتى الانتماء، ما جعلهم يعيشون مشاكل عديدة غيرت حياتهم. ملف زواج الأجانب تتابعونه معنا سهرة اليوم معي أنا حنان بدر الدين، تابعونا. كثرت قصص ارتباط الشباب والشابات الجزائريات بالأجانب ما فرض تحديات جديدة على الزوجين. هذه العلاقة العابرة للحدود ما مصيرها في ظل اختلاف الثقافات؟ بكري واش كنا نسمعوا انه شاب هو اللي يروح يبحث على امراه اجنبيه يتزوجها لاسباب معينه، الان اصبحت بناتنا ايضا تفكر في هذه المساله، لذلك قلنا اصبح عباره عن ظاهره وهذه الظاهره للاسف صارت متقبله في مجتمعنا. لازم نعرف بان الزواج المختلط بين الجزائريين واجانب من مختلف الجنسيات يعني اما يكونوا عايشين في الجزائر ولا عايشين في بلد اخر دائما هو أصعب الوضعيات نسبة لحقوق الأطفال من ناحية التنشئة الاجتماعية والتربية ومن ناحية الوضعيات الغير قانونية خاصة لما يكون هناك نزاع أو اختلاف أو طلاق أو تطليق. جنسيات كثيرة تزور الجزائر ونشوفه دائما خلال زيارات هذه الجنسيات يكون فيه زواج، كما الجزائري لما يروح للخارج يتزوج، كان الجزائريين اللي موجودين في روسيا، كان الجزائريين اللي موجودين في الصين متزوجين، انا نعرف شخصيا جزائريين متزوجين بصينيات، يعني ما طرحش اشكال. نفس الشيء حتى الجزائرية تستطيع. المرأة التي تأتي من مجتمع منغلق ماشي كما الرجل اللي يجي من مجتمع متفتح، او العكس، الرجل يكون من مجتمع منغلق وما يقبلش يعني لأنه يتنازل على أي مبدأ من مبدأ الرجولية بالمعيار الشرقي أو المعيار العربي الجزائري. هذه أفكار بالنسبة لمجتمعات أخرى لا تعني لهم شيء. الآلاف من الجزائريين تزوجوا من الأجانب حيث سجلت نسبة 315 ألف عقد قران في سنة 2019، أما عن الزواج العرفي فتبقى الإحصائيات مجهولة. للتعرف أكثر على الإجراءات اللازمة لإيداع ملف الزواج المختلط حاولنا الاتصال بكل الجهات المعنية لكن دون جدوى، تم رفض التواصل معنا. لهذا دخلنا إلى موقع وزارة الداخلية وهنا يمكن التعرف أكثر على الوثائق المطلوبة ومنها ملف الإجراءات طلب رخصة زواج المختلط. بالنسبة للجزائري استمارة 3 صور شمسية، نسخة من وثيقة إثبات الهوية، إثبات الإقامة، شهادة الميلاد. بالنسبة للأجنبي استمارة
ثلاث صور شمسية، شهادة ميلاد نسخة كاملة، شهادة عدم الزواج أو عدم إعادة الزواج، نسخة من جواز السفر، شهادة الإيواء، شهادة اعتناق الإسلام، شهادة القدرة على الزواج الصادرة من الممثلية الدبلوماسية، نسخة من بطاقة المقيم الأجنبي، شهادة السوابق العدلية الصادرة من الدولة الأجنبية مصادق عليها. كما يمكن استخراج الاستمارة من الموقع نفسه وإلحاقها بالملف. لما تستحصي هذه الأمور على المقبلين على عقد الزواج أو يواجهون ممكن عراقيل أو يطول المدة، فإنهم يلتجؤوا إلى أن نعتبرها طرق احتيالية لما يروحوا يديروا زواج عرفي، يقوموا بإجراء زواج عرفي، وبعد ذلك ينتقلوا إلى مرحلة أخرى وهي الاتجاه إلى المحكمة من أجل تثبيت هذا الزواج العرفي. هذا هو ما يقوم به. لكن نلاحظ على مستوى المحاكم بأنه في كثير من الحالات ما لم لا تقبل الدعاوى هذه وترفض الدعاوى، لأنه كاين شك في الاحتيال والطرق المتبعة من أجل إثبات هذا الزواج العرفي. لما تكون جزائرية باش تتزوج مع واحد غير جزائري مسيحي، هذا ما كاش كلام عليه، لأن زواج باطل، هذا من الممنوعات في الزواج. ولكن إذا كانت زوجت واحد مسلم وغير جزائري، هنا كاين إجراءات اللي لازم أن تتخذ. ليلى واحدة من الشابات الجزائريات التي كانت لها تجربة مع شاب سوري في سن لم يتجاوز 18. تعرفت على شاب اللي هو سوري، كان يبيع القماش يعني قريب من الحومة وين نسكن أنا. صافي وين كنت نقرا كنت نجوز يعني نطلع نهبط عليه، يعني صباح يشوفني العشيه يشوفني، يعني كيما نقولوا حنا تو ماما يشوفني، وين نطلع لدارنا ولا نهبط لدارنا هو يشوفني. انا في لي برومي طون ما نكذبش عليك، يعني ايزيتيت، ما كنتش حابه نتعرف به باسكو كنت صغيره هكذا. ومن بعد مع الوقت كان دائما يصمت تعرفت به، يعني خديت الرقم ديالو وخد الرقم ديالي وبدينا يعني نتعرفوا. قال لي نجي نقصدك يعني من الاهل ديالك، وانا كنت حكيت له الاستوار تاعي، قلت له بليك فوالا يما عايشه وحدها، بابا عايش وحده، صافي ما كاش تحب تجي يلا. وانا اصلا كنت حابه نهرب من هذيك الدار باسكو كانوا كاينين بزاف المشاكل اللي كنت شايفتهم في يما وبابا. انا قلت كي نتزوج مع سوري راح يعيشني الحياه الحلوه. هروب من مشاكل العائله يجعل الفتاه فريسه سهله المنال بين انياب متصنع الوبد، والنهايه في كثير من الاحيان تكون ماساويه. بدينا نجرو على الكوارت باش نديروا العقد وكامل. كي بدينا نروحوا حنا وزاره الخارجيه قالوا لنا لازم لكم ترخيص، وهذا الترخيص باش يوجد لازم يطول، سما سا برون دو طون باش يوجد لي. وهو كان مقلق قال لي مع نتزوجوا معليش، نحنا بحكم حنا مسلمين الفاتحه صافي راهو زواج عرفي راهو معترف بها. تزوجنا بالفاتحه، تزوجنا داني كيما نقولوا حنا شهر عسل بيان. كنا يعني لحد واش راني نحكي لك كنا عايشين قصه رائعه كيما تخيلتها. اربع شهور هكاك خمس شهور بديت نمرض، بديت كيما نقولوا حنا نحس بالتعب وكامل. الوغ كي بديت نجري ودرت هكا لي زاناليز صابو عندي كونسير سرطان تاع الدم. بديت كيما نقولوا حنا يعني كانت صدمه ليا دوكا ليه ما نقولكش الا كانت صدمه ولا لا، خاطر هو بين لي بلي كانت صدمه. صح بالنسبه ليا انايا كانت صدمه، مي هو حسيته كان واقف معايا. يعني جرينا بون هنايا ورحت للطبيب وكامل درتك على بالك لي بروسيدور كامل تاع المرض هدايا صافي. ومن بعد هذيك داني الاردن قال لي نديك الاردن باش تداوي لتماك، وتاني كان هو عنده دراهم صافي داني الاردن. رحنا الاردن يعني باش يعاودوا يبدلوا لي الدم تاعي وكامل صافي. درت اللي خديت كيما نقولوا حنا ديك الفتره العلاجيه ديتها كاع في الاردن، ما وليتش للجزائر هنا، قعدت في الاردن. وكان يعاملني معامله حسنه، كان كيما نقولوا حنا بزاف كان داير لي هكذا، كان بيان معايا واقف معايا، يديني للطبيب يجري بيا يوقف معايا في السبيطار، يعني ما خلانيش. لم تظن ليلى يوما ان الحلم الذي تعيشه ستستيقظ منه بهذه السرعه وبهذه الصدمه، خصوصا انها مرت بظروف صعبه. دخلت يعني زدمت لي مرة هكا مع زوج دراري دخلوا يعني كيما نقولوا اون فورس، دخلوا هكا عندي وشغل بدات تعيط. قالت لي لحسين زوجي، قلت لها انا عمره ما حكى لي انه متزوج ولا عنده دراري ولا. قلت لها راكي دوك انت راكي تقولي لي، هي قالت لها راني نتمسخر بها. كي جا هو انكر كلش، ما قالش هذه ايه نعرفها ولا زعما تزوجت بها عرفي
قال لي شو جابك لهون؟ بعدين نقول له حسين كيفاش هذا شو جابني لهون؟ انا مرتك انا زوجتك كيفاش شكون اللي جابني لهون؟ قلت له انت اللي راك كاري لي هذا البيت؟ يقول لي انا ما بعرفك انا ما بعرفك. وشاد في هذيك مرته وولاده يقول بعد قاعد يقول هذه المراه مجنونه هي عم تدعي علي. لا تزال قضيه ليلى الى اليوم في اروقه المحاكم، لم يتم بعد اثبات نسب طفلها الذي عمره اليوم 5 سنوات. كي جا قال لهم ما نعرفهاش. بعد انا شغل نهرت في المحكمه. بعد واش تقول لي الجيش؟ تقول لي القانون لا يحمي المغفل. قالت لي ما عندكش ورقه، ما كان حتى حاجه تثبت انه هذا الزوج تاعك واللي في كرشك وليده. قالت لي ما كاش. قالت لي عندك وثيقه؟ قلت لها ما عنديش. قالت لي حاجه اللي عندك؟ قلت لها عندي تصاور. قالت لي تصاور ما يكفوش. قالت لي الثقه في الوثيقه. قالت لي مام جيبي لي التصويره وكامل. قالت لي حاجه ما تكفيش. قالت لي لازم تعطيني ورقه تثبت انه هذا السيد متزوج بك. وانا ما عنديش ورقه. ما طاونيش الترخيص، يعني قلت لك صرالنا تعطان ولحد الان، يعني الدوسي ديالنا شوف احنا هذو المشاكل كامل صراولنا وكامل لحد الان وزاره الخارجيه ما عيطتليش باش تعطيني ترخيص. اذا ما كانش هناك ترخيص بالزواج مستحيل قاضي الاحوال الشخصيه راح يثبت لها يعني زواجها ويلحق نسب الاطفال. من لا يستطيع، لانه الركن الاساسي في عقد الزواج هو الحصول على الترخيص. بيثبت الزواج العرفي. الزواج العرفي بالنسبة للقانون الجزائري يثبت عن طريق الإقرار، يعني يكون الزوج والزوجة يقروا بأنهم تزوجوا، وبالتالي يحدث أثر. أمام نكون أمام واقعة قانونية اللي هي الزواج الذي حدث فعلا، وحدث فعلا بزواج عرفي معناها كاين شهود. معنى إذا كان الحالة الأولى بالإقرار والحالة الثانية بالشهود. ماذا بيا انت يعني صحفيه، انت يا تفهميني في هذا لو بوينت، جيبي لي كما نقولوا بالك انت ترفعي صوتي تجيبي لي حقي. علاش لاديان باش ندير انا نثبت النسب؟ علاش لازم لو بابا يرضى باش يجي يدير لاديان باش يثبت النسب تاع الطفل؟ لو بابا راهو ما حبش، قال لك انا ما نجيش نثبت وما نعرفوش. قال لك اصلا ما نعرفهاش هذه المراه. وهذا الطفل شكون يثبت النسب تاعو؟ صح ولا لا؟ القضيه راهي في الشرع، نورمالمون القانون هو يجيب لي حقي. في هذه الحاله انا نقول يجب على القاضي، لان هذاك الطفل ما عنده حتى دم، بهذه الطريقه راح نزيدوا نرخصوا بناتنا لاقصى درجه. ايفيكتيفمون كيزوجوا معاه وحده والثانيه والرابعه اكسيتيرا، وحتى كيولدوا يقول لك انا ما نعرفكش كنت خدامه عندي. الفكره هذه يجيبوها من الخارج. انا ما فيش مشكل تستعرف باللي مرتك وباللي وليدك ونزيد ندير نيكسبولسيون. ما نسحق والو من هنايا، ما نسحقش. انا اصلا عاودت بنيت حياتي. مالغي قضية تاعي شغل مازالها ما قدرتش نتزوج، سي نورمال باسكو راني كما قال عندي طفل وما عندوش اسم، المجتمع تاعنا ما يرحمش. القانون الجزائري رفض الامتثال الى الطرق العلمية، ما جعلها تدرس القانون للبحث عن الحل لاثبات نسب طفلها. عاودت بنيت حياتي بطريقة اخرى، عاود جوزت الباك، قريت ودرت محاماة، قلت انا حقي انا اللي نجيبه ونجيب حق وليدي شغل بالسيف عليه وبالسيف عليا. خاطرش الدولة هذه ما جابتليش حقي. وفي قانون الأسرة الزواج المختلط يخضع إلى ترخيص من السلطات المعنية والمختصة إقليميا. تخلي الدولة لازم تدير تحقيق إداري على هذا الشخص الذي يريد أن يتزوج من جزائرية أو العكس. لازم الوالي يكون له أجل، ماشي نحط لك طالب وعلى 10 سنين تواجبني. نو، لازم نحددوا في هذه الوثيقة يجب على الوالي أن يرد على الطلب في أجل لا يتجاوز 3 أشهر. فائت 3 أشهر يعتبر قبول. بهذه الطريقة نقدر نسجلوا الزواج في الحالة المدنية للمرأة وللرجل بصفة عادية. حتى المجتمعات العربية نتباين في تقاليدنا وفي عاداتنا، تتباين ثقافتي مع ثقافة الآخر، أموري تقاليدي مع تقاليد الآخر، حياتي مع حياة الآخر. فهنا لما يكون هذا التباين وما يكونش معها السبب الآخر اللي حنذكره اللي هو التوافق النفسي وأيضا التعايش وتقبل الآخر، ما نقدروش نعيشوا مع بعض. يتساءل الكثير ممن يودون الارتباط بالأجنبيات عن الإجراءات اللازمة للعقد الزواج على التراب الجزائري فلا يجدون أجوبة. وزارة الداخلية هي التي ترخص للأجنبي أن يتزوج بغير بجزائرية، أو للأجنبية أن تتزوج بجزائري. إذن هذا الترخيص يجب أن يشتمل على ملف إداري
ملف يخص الحالة المدنية هي اللي تخلي أنه هذا الملف مترشح للفوز بالترخيص أم لا. الرخصة ليست هي الزواج، باش يعلم الجميع، الرخصة ليست بالزواج، إنما هي مرحلة أو شرط ضروري وقيد ضروري للوصول إلى الاكتتاب لعقد الزواج أمام مصالح ضبط الحالة المدنية أو أمام الموثق. لما جزائرية تحب تتزوج مع أجنبي لازم تكون موافقة من الولاية، يتم بحث على هذا الشخص، نعرفه بلك يهودي ويتكلم اللغة العربية، بلك قاتل هربان من بلاده، بلك جاسوس، يعني كل الأمور. وبعد ما الوالي يتحصل على هذا التحقيق يعطي الترخيص بالزواج، une autorisation de mariage. دونك هادو هما الإجراءات اللي مطلوبة في الجزائر. ولكن ما صبنا الخير لا في سيدي ولا في لالة كما يقولوا بالدارجة، لأن المرأة الجزائرية تقول لك أنا واش داني الوالي، ما نروح نحوس الأمر ديالو، أنا نزوج ونديرها بالفاتحة وتكون ما يكون. والوالي يقول لك أنا واش راح لي فيها، هذه هي حبت تزوج مع أجنبي الله لا يرد عليها، ما ندير بحث ما نحوس عليه. سي لا وين الحقوق، الحقوق الإدارية والحقوق الشخصية للنساء ولا للرجال كذلك، هنا وين تتخلط وهنايا وين الأمور تصعب. هي ظاهرة لا تقتصر فقط على الجزائريات، مثل قصة السيدة رقية المصرية أم لأربعة أطفال وبطلها زوج جزائري. الأخرانية جا لي صدم لي في نص الليل، من الدراري كانوا راكدين في بنك سوبر بوزي، داهم مسحبين، سحبهم في نص الليل، مساكن على زوج تاع الليل، كسر لي الطاقة تاع الكوزينة، دخل لي الأولاد كان سنة الثانية والثالثة ابتدائي البريمير، وكان عندي الحضانة تاع المؤقتة بس، خلاص بالذات ما قدرت، ما تقدريش تكملي مع انسان ما عرفش يتفاهم غير بالضرب. اتت من مصر على امل ان تنعم بحياه افضل في الجزائر، الا ان الواقع صدمها. لحقنا للتطليق، هم كسروا الشراع، طلبوا اسقاط الحضانه على اساس بلوغ الذكر العشر سنوات. الجوجة طلبت تحقيق وين نجيبوا الولاد، قالت لهم جيبوا الولاد نشوفوا الولاد ونديروا تحقيق ونشوفوا كيفاش ونشوفوا وين مصلحه الاولاد. الجوجة شافت بان مصلحه الاولاد عندي انا، فعطت لي الاولاد، حضنت الاولاد، خلاص اخذنا الحكم ومنا روحي للتنفيذ. هنا يبقى البروبليم، هو رفض روحه هرب بدل الولايه. رقية اليوم تناشد الدولة الجزائرية بإنصافها بإرجاع طفلها، خصوصا وأن المحكمة فصلت في قضيتها بإعطائها الحضانة. أنا ما نقدرش نسمح في أولادي، ما كاش شرعا ربي سبحانه، يعني دركا أصبحت علاقة دم، اعطوني الجنسية الجزائرية اللي بيها نقدر أنا دركا أنا دركا كي اعطوني دار أذكر راح نديها معايا لبلادي، راح نرفضها ولا راح نديها معايا القبر؟ يا سيدي ما تعطونيش حاجة على اسمي، ما نستحقش، أنا حابة دركا نستر أولادي، أنا ما نبقاش كل وقت نخرج للناس كلهم عاونوني ويكروني، يعني ماء الوجه، يعني أنا أصبحت مفضوحة في الجزائر، يعني أنا كنت لابس بيا وكان عندي دار وعندي طوموبيل، وثقت في إنسان خان الثقة نتاعي، بعت كلش على مشي على جالو على جال نعيشو نديروا مستقبل كيف نديروا مستقبل احنا واولادنا. بين الرجوع الى مصر والبقاء مع اولادها في الجزائر، لم تجد الا الكاميرا لنقل صرختها الى العالم. اولادي مانيش حابه نحرمهم من بلادهم، مانيش حابه ندي اولادي نغبنهم مثلا في مصر ويقعدوا في بلاد ماشي بلادهم، هنا راهم في بلادهم يعيشوا في بلادهم ويبقوا في بلادهم وانا نقعد معاهم هنا، يعني انا ندمت اني جيت مع الجزائر وتزوجت بيه وجبت بيه مع الدراري. بلقري ولادي نحبهم ندمت، لكن يرجع بيا الزمن للور ما ندرهاش، بس شحال وراك تتحرمي من ولادي. كي طاحت به الامور في بلادي وحبت خدمه وقفت معاه، كيف انا يبت ولادي ويغبني هكا؟ هناك اختلال اصاب المنظومه القيم الاجتماعيه المرتبطه بالزواج، وهو ما دفع الكثير من الشباب الى الجري خلف المراه الاجنبيه هربا من العادات والتقاليد التي يفرضها المجتمع. كل ابنائنا المقبلين على الزواج بالاجانب ما نقولولهمش لا لا ولا، لانه حتى الشرع مقره، حتى الشرع تاعنا يقره، مجتمعاتنا اصبحت تتقبله. لكن ما هو اساسك من الزواج؟ ما هضرنا على الاختيار خلاص، وخلينا نقول الهدف من الزواج، هل مجرد اني اظفر به ولا نقول هذا هو فعلا المناسب؟
راح نتعاون معاه ونحط اليد باليد باش نقدر نحقق الهدف من اسره نكون اسره سليمه، لانه الزواج في حقيقته ديمومه. العنوسه تاني زادت كون ان المراه ايضا نوعا ما تحررت من بعض القيود البليده اللي كانت تسود المجتمع والذهنيات المتأنية التي كانت موجوده في الجزائر. المرأة أصبحت أيضا تعمل وعندها طموحات وعندها أمور، وبالتالي إذا لم تجد يعني ظلتها في زوجها مش راح تغامر وتفقد يعني عملها وخدمتها وكامل، باش في التالي ربما ما ينجح زواجها تجد نفسها في وضعية مادية خطيرة. من يقبلون على الزواج من الأجانب يحلمون بالحضارة الغربية والأوروبية الخادعة نتيجة انبهارهم بما يرونه من حرية وتقدم تكنولوجي. عادة نشوفوا ذاك الأجنبي ربما عنده حياة رفاهية عايشها، ربما راح يفتح لي مجالات اقتصادية، راح يفتح لي أني نعيش الحضارة الأخرى. عندنا انبهار بالآخر، عندنا هذا الانبهار موجود، وبالتالي بعض شبابنا ولا بناتنا يقولك أنا نزوج بأجنبي باش نعيش مليح، باش نعيش حياة مليحة. سمير واحد من الشباب الجزائري الذي عاش تجربة ظن في يوم ما أن الحياة قد ابتسمت له. فيسبوك بديت نحوس نتشاتشي غوشي ضربات أي فوا صدقت كروشات لي مع وحدة كي سابير لوغا، قالت لي بوركوا هملا ماشي انا اللي نجي نون سولمون دو زون نجي نشوفك نزيدو نتعرفو خير وخير، الا كاين حاجه با اون فير ان با سادير اونسومبل انا وياك اون سي مي داكور. هي قبلت وانا قبلت، في نهارها وليت عندي مراه عندي دار، راني في فرنسا وزيد بكوارت وين تلقاها هادي، راني عايش بيان ونيتي اورو. صوف كو داك الوقت صدي راني هنا براتيكوم ملي طلعت راني مجوز واحد 8-9 مواه، حسيت باللي راني صح راني في فرنسا وراني متزوج مع وحده ايترونجير كي نا با لا ميم كولتور كو موا، كي نا با لا ميم ريليجيون كو موا، اي كي نا با لي ميم تراديسيون كو موا. بديت نحس شويه صح راني في غربه. رزقنا ربي الحمد لله بالطفل، ما بدلتش لي كومبورتمون تاعها. على الرغم من محاولات عديدة من سمير لإقناع زوجته بتغيير طباعها والاهتمام بطفلها، إلا أن لغة كانت تفكر بالطلاق. قالت لي أنت ما زال مونتاليتي تاعك شو أغاردي تون كاشي، قالت أنت أنت شو أغاردي تا كولتور، شو أغاردي تون كومبورتمون، شو أغاردي تي زوريجين، وأنا أوسي je vois pas que نقدروا نكملوا حياتنا كيف كيف. قالت لي اون فا ديفورسي لا باف ديك جي بريزونتي مون باسبور حكموني لا بوليس، قالوا لي يا اون بلانت كونتر فو اون لافمون دان انفون. تروح تشتكي به يديروا له دي باسبور لولادها وعمره ما يزيد يشوف ولاده، لان حتى في البلاد هذاك يحميوا المراه والاطفال يديروا له اختطاف اطفال ويصبح انتربول يحوس عليها عبر العالم ويجي قد ما يجري ما يقدرش يجيب ولاده، والدوله الجزائريه ما دير والو باش تترجع له الاطفال تاعو. لما يروح لتما احنا في ثقافتنا وشنو هو؟ انه المراه تطيع الزوج طاعه، يقولها ما تخرجيش ما تخرج ولو انها تتضارب معها او لا ترضى، لكن الاساس فيها انها تطيع الزوج تاعها. تما ما كاش حاجه اسمها طاعه الزوج كما انت كما انا. شكون يكون ضحيه؟ يكون ضحيه الاطفال في حالات وصلت حتى إلى الاختطاف المدني العابر للحدود، بمعنى أن جزائري يهرب ولاده اللي هم جزائريين ويجي للجزائر وتتعذب الطرف الثاني اللي هي الزوجة، والعكس صحيح في زوجات أجنبيات داروا العكس وين هما اللي حرموا الجزائريين من ولادهم. Du jour au lendemain, j'avais tout perdu. راحت المرأة، راح الطفل، راحوا لي زافيغ تاوي. لما يكون زواج تاع مصلحة ماهوش مبني على مشروع تاع حياة، ماهوش كلهم، ولكن ما معنى المصلحة؟ معناه انه يتحصل على الوثائق، يكون عنده الإقامة، امتيازات مادية، ومن بعد يسرى الاختلاف الثقافي والديني واللغوي. في غياب الحوار،
في غياب النقاش وإبعاد الأطفال على هذا النزاع يسرى الابتزاز ويسرى الضغط ويسرى العنف والهروب إلى آخره. هذا هو، وأغلب الحالات رأى عايشة في هذا الواقع. هن يتعرضن لسوء المعاملة والعنف الجسدي واللفظي وهن في بلدة بعيدة عن الأهل. هذا ما وقفنا عليه في تحقيقنا من خلال بحثنا في مواقع التواصل الاجتماعي. أنا سوري صار لي زمان عايش هون بالجزائر، بدي أقول للبنات الجزائريات يعني البعض مو الكل، شو خصكن معي؟ فيلم الجزائر ولا شو؟ عن جد يعني بتتخيلوا كتير يعني، حبيبي كيفك؟ باب الحارة، ابن عمي، أي محل بكون فيه، أي مطرح بروح لي بيجوا جزائريات، ولك حبيبي أنت سوري شو قمر، شو حلو حبيبي، ولك أنا عادي يعني شكلي مو كتير حلو. إحنا حسبناها جنة كما المسلسلات. سمنا تركي الورد والحب والعشق وكذا وكذا، فاهمين حنا الشيرات هذا ما نبغو. ما عنديش وين نروح، ما نعرف حتى واحد لهنا في الطرق، طلق تاعي راح دار حياته وانا حصلت هنا، بغيت غير نروح، بغيت كل واحد يشوف. وصلت واحد الاخت كانت متزوجه هنا في تركيا مده 7 شهور، ومرت بواحد المعاناه، مرت بواحد الحياه قاسيه يعني، خلصت تعذبت 7 شهور من العذاب، 7 شهور من المقاسات، دخلت للسبيطار لانه ما كانوش يخلوها تاكل، ما صابتش الماكله، من تقول لها شري لي ما يشريلهاش، يقول لها امه ما تبغيش ديك الماكله، ما على بالاش بلي هذا الرجل متزوج بثلاث قبلها، ما على بالاش بلي عنده طفله، ما على بالهاش بزاف صوالح، ما على بالاش بلي مريض وفيه كونسير، حتى صابته مريض بالكونسير. فالمهم ما نطيقش نحكي كاع القصه بلي ديطاي تاعها، وانما نصيحه، هذه الظاهره انتشرت بزاف في تركيا. غالبا ما تنتهي علاقة الزواج المختلط بالطلاق أو بهروب الطرف الأجنبي بالأبناء. هذا ما وقفنا عليه في تحقيقنا. في نهاية المطاف يكون الأطفال هم المتضرر الأكبر من هذا الانقسام. في حالات وين عاشت يعني وضعيات صعبة، مثل الاحتجاز، مثل الهروب، مثل احتجاز الوثائق، جوازات السفر والوثائق الإدارية، في عائلات للأسف وين قاموا بتهريب الأطفال. بصح وين هما الجمعيات النسوية اللي دافعوا على النساء؟ وين هما الجمعيات النسوية ولا الجمعيات بصفة عامة اللي دافعوا على الطفولة وعلى الحقوق؟ كانش، كاين غير اللي يجي يتكلم ويصفق وهذا ما كان، ولكن اللي يجي يجتهد ويعطي حلول واقتراحات أنا مازال ما شفتوش. تؤكد السيدة بن براهم أن ظاهرة زواج الأجانب أصبحت في تزايد، حيث أصبحت الفتيات اليوم ينتقلن إلى بلدان أخرى للزواج. يا حسرة، كي تجي على خطرة راح تاخذ مصري ولا 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 سوري، يا حسرة، حسب روحها هي أغلى امرأة في البلاد، ماهيش دارية اللي في يوم من الأيام راح تسوى أرخص امرأة في البلاد. وعلى هذا نكمل كلامي ونقول قيس قبل ما تغيس. قبل ما يعجبك زينو على خطر يشبه الأكتور الفلاني ولا الأكتور الفلاني، ميزي ما ميلا كان ماشي مزعوق، ماشي شباب مزعوق، ولكن يكون جزائري، الا ما فيه والو فيه شويه نزاع الفحوليه، ولكن تما يبعثك للدعاره، يبعثك لازيل دو بسيكياتري، ينحي لك الحقوق تاعك، يحط عليك تهمه، راه في بلاده ما عندك هضره. لا يمكن تعميم الفشل ووصف المأساة على كل زواج بالأجانب أو الأجنبيات، بل هناك العديد من التجارب الناجحة، ومن بينهم قصة السيد مجيد الذي تزوج بالفرنسية كورين. بالك الإنسان ينجم يدير زعما آمي هكذا ماكدا صديقة ولا بصح باش زوجة وتدخلها في العائلة نتاعك وكذا، شغل حنا نخافوا بزاف، عندنا شغل عندنا هكذا دي ليميت يفو با لي فوالا. بصح كي الانسان يعيش معاهم تما ويشوف عقليتهم ويشوف باللي يسون مود لاب اون فات، نجمو مو حنا ومن بعد نردوهم حنا كيما نحبوا، يعني ما كانش مشكل ومن بعد تقول وي سي بوسيبل. يعني تحفور voilà, il part tout de suite dans le rouge, s'énerve.
des machos, voilà. On dit ils laissent leur femme à la maison et eux ils sortent. Voilà, on dit ça. Mais après, les gens qui connaissent pas, je parle. Hein. Mais c'est tout, sinon je connaissais pas trop même la vie ici. Enfin, je connaissais pas trop. يتحدث مجيد بشكل مؤثر عن العلاقة القوية التي تربطه بزوجته ويعتبرها مصدر قوته. Une fille simple, hyper simple. ما تروي لا المادة لا عقليتها لا فصل الإنسان يشوف هكذا غير هكذا في الهيئة برك فوالا هكذا غير في لابارونس هكذا كيفاش تلبس ولا هكذا كيفاش بارلي ولا باللي هذه حاجة سامب يعني. Mais après, on découvre la personne, quoi. Au premier abord, ok, le physique, mais après, on découvre la personne. Il peut être beau, tout ce qu'on veut, d'argent, et puis être mauvais. Enfin, vice versa, hein, comme une femme aussi. Mais oui, on aime pour la personne, pas pour ce qu'elle représente. كي تنجح علاقتهما وتستمر، وضع مجيد مجموعة من الشروط تمكنهما من فهم بعضهما. كاين شي هكذا دي ليميت أنو با لي ديباسي. زعما خرجت الليل ما كاش تما في وقت الماكلة في الدار كذا سي هكذا بلوز امبوغتون كو صحاباتك ولا كو فوالا كاين شي أمور هكذا في الأول هكذا درناهم تما ما كاش هكذا أصدقاء رجال ولا كذا هذه حاجة باينة شورتي جيتي جون جي بروفيتي أبخي سي فري ماجيدي ما دوني مي ليميت و جون افي بوزوان فيت J'en avais besoin parce que moi je suis partie tôt de chez moi. ترك كورين للمسيحية واعتناقها للإسلام كان قرارا صعبا، لكن مجيد تعامل مع الوضع بحكمة. Je voulais vraiment être prête. Mais Majid m'a dit prends ton temps, enfin voilà, découvre. J'avais appris, lu un peu le Coran et je me suis dit bah c'est maintenant. Il m'a dit t'es sûr, on est en train de manger. Je dis oui, c'est maintenant. على الزوجين أن تكون علاقتهما مبنية على التسامح. هذا ما تقوله كورين. Même si on va se fâcher, au bout de quelques jours, voilà, je me dis bah non quoi. Enfin, on n'a pas fait ça tout ça pour ça et comme on s'aimait au début, ça peut pas partir comme ça. Il y a toujours, mais c'est normal. Je pense qu'au bout d'années, on rentre dans une petite routine. Mais après, quand on réfléchit, on se rend compte que qu'on aime cette routine finalement et que ça fait partie de la vie en fait. في زواج مختلط اللي ناجح والحمد لله لما يكون مبني على مبادئ وقيم واسس تاع حياه تاع عشره تاع معيشه ماهوش تاع مصلحه. عاده ما تكون البدايات جميله لكن لا احد يعرف كيف يمكن ان تنتهي. نسرين واحدة من الفتيات اللواتي عاشت حلم وصدقته وظنت أن الشاب الأمريكي الذي طلب يدها للزواج ستعيش معه أجمل الأيام. هذا الزوج تعرفت عليه هنا في الجزائر، شافني أنا جوفني دو بيرد مون بير الله يرحمه. بون تزوجنا، ما كانش حاب يدير لي لي بابي. درت الفيزا وطلعت، كي طلعت بون مع الاول ما تقبلش، ومع تقبل بشويه بشويه ولا يتقبل. قعدت او بو دو قال 3 موا ولا رفدت. كي شافني اونسنت ما حبش، بدا يضربني قال لي اني لقيت لك طبيب لازم تروحي تافورتي تو. انا عيطت لدارنا كشو كنت نبكي لهم، قال لي خويا روحي خلاص حنا هذا بنتنا ولا وليدنا. هو كي راح يخدم انا رفدت روحي هربت. كي دارت 4 سنين بدا يديها، خطر داها لفرنسا قعدت معاه سمعنا. انا كنت نتم كنت نروح معاها نقعد انا في اوتيل وهو في اوتيل. كي طلبت الطلاق تلقت، عطاو لي الحضانه الولايه هكايا نورمال. كان يجي يديها يقعد هنا معاها دي فوا، يجي لالجي يقعد معاها هنا سمانه، ما كانش تحب تبات بالسيف نديها انا ونعاود نجيبها له. اخذ الفتاه بحجه العطله الصيفيه، الا ان غايته كانت غير ذلك. لي فاكونس تاع الصيف قال لي ولا معليش نديها شهر ونص ونعاود نرجعها لك. انا قلت باباها ولازم توالفوا لازم تعرفوا، قلت له معليش يا با بروبليم. ما درت له زعما لا تصريح لا ورقه لا والو، شغل درت فيه كونفيونس توتال. قلت باباها
من تم في ليزيتازوني رفع عليا قضيه باش ينحي لي الحضانه هنايا في الجزائر ويديها هو لهيك في ليزيتازوني اون طونك طفله زعما سي اون امريكان. داروا لي افوكا هما داروا لي انتربريت يهضر معايا شو قال لهم كوم كوا باللي الطفله ما راهيش محميه في الجزائر الطفل ما عندوش كومون اي سيبانوي. قلت لهم انا كنت دايرتها في لاكريش يعني شغل عندها كلش. قالوا لي بعثينا لي بروف بلي صح راكي تدي بنتك لاكريش وراكي هكا وبعثينا لو جوجمون تاعك تاع الطلاق هنايا في الجزائر بلي صح طولك الولايه والحضانه ليك وما كونسيي لاسوسياسيون تاع نادا. الحمد لله شعفنا الظرف أن استعملنا الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل اللي مصادقة عليها كل البلدان كانت مدخل لنا وتأسسنا كطرف مدني. هذا خلنا أعطانا القوة أننا نرفع هذه الملفات للمحاكم وندافع عليها وننقذ الكثير من الضحايا. درنا اون ريكيت باش بعثناها ليزيتازوني باللي عندنا حنايا اون اسوسياسيون تاع حمايه الطفل والاطفال هنا في الجزائر عندهم شغل حاجات ترفيهيه عندهم كلش. تروي نسرين كيف عاشت معاناتها باسترجاع طفلتها. طلعت في جونفي بلا ما نقول له بلا ما نقول حتى واحد غير طلعت ديريكتومون رحت لافوكا تاعي تما رحنا للمحكمه درنا اون ريكيت طلبوه جا هو للمحكمه كي جابوا لي بنتك شغل ممكن مجوان ما وراها لي ما والو ساتني ما عرفتنيش كي بديت نبكي هكايا باش عرفتني قالت لي ماما بدات تبوس فيا هايتو كي خرج الحكم قالوا لي قال لهم خلاص هاد الطفله عندها صح ناسيوناليتي امريكان مي بصح سي اون الجيريان باسكو الي ناتيف الجيريان زايده في الجزائر دونك ما كاش منها سي اون امريكان كي عيطت له قلت له بون باش نجي ندي الطفله قادي مناسي فيا زاد اداها لي وراح قلت دوكا الا زاد هرب لي بها من ايطا لايطا كيفاش راح نقدر نجيبها قالوا لي تقدري تروحي تجيبيها وين زعما كاع لي زوندوا اللي تعرف فيهم يقدر يديها قلت لهم انني شاكه غير فليكس تاعو قالوا لي حنا كي نجيبوها نعيطوا لك وبعد تماك شغل لقيتو خلاها لي هكذاك مسكينه جابها افيك بونطالون دو بيجاما الشتا والبرد يفوزي موان 10 دوغري جابها لي افيك ان بونطالون بيجاما ان تريكو دو بو ولا فيز تاعها برك وانا ما كان عندي والو ما كان عندي لا باش نشري لها لا واش حوايج ما جبتلهاش معايا لا والو ما عطانيش الباسبور تاعها باسكو يفالي لو باسبور امريكا باش نقدر نخرجها شغل تماك شغل حصلت قالوا لي انت دخلتي فيزا وهي باش دخلت واش كي خرجتها عطيت لهم لورد هذاك اللي طاوه لي تما في لا جوستيس امريكان وتاع الكونسولا هضروا معاهم باش قدرت نخرج بنتي ونجيبها وندخل بها للجزائر. تجربة أكثر ما يقال عنها صعبة، فكم من أم أو أب يعيش في نفس الحسرة، وكم من قصة تروي فشل زواج الأجانب. لابد من إبعاد الأطفال عن النزاعات وأنا لازم يعرفوا القوانين تاع البلدان يا إما القوانين الجزائرية يا إما القوانين الأصل تاع البلدان اللي عايشين فيها لأن القوانين صارمة في البلدان الأخرى ومصلحة الطفل يعني تصدقيني البريم على كل الإجراءات حتى الأسرة في حد ذاتها يعني وهذا يعرض الآباء والأولياء إلى متابعات قضائية وحتى نزع الأطفال. عندكم ورقة تزوجوا ما عندكمش ورقة خطيكم الوحدة ومكتوبها من الصح ما نكذبش عليك يعني الزواج الأجانب لو كانت عاودتوا لي بيا ليام نعيش المعيشة تاع دارنا ولا المعيشة هذه اللي عشتها سنين راحوا من حياتي خسارة. هذه مكاتب وما نقدرش نقول باللي زعما الجواز الاجنبي وزواج المختلط وهذوك الامور او الجزائريين متزوجين من كل الجنسيات انا شفتها هنا في الجزائر حقيقه جابي انا ما شفتش جزائري جاب اجنبيه ورماها برا. Thank you.
ليكزومبل لي فيفون لي زوتوريتي تاعهم ما خلاوهاش هي تبيردي سون انفون ريكيبيراو لها وليدها لو بلو نورمالمون دو موند جي فرابي ا توت لي بورت هنايا مي سون اسبوار جي لو سونتيمون كو جي بيردو مون فيس ا جامي. الزواج تاع الاجانب ما ميصرى طلاق، الطفل ما عندوش ذنب، الطفل لازم يعيش بين الحنان تاع الام والحنان تاع الاب. الجزائر احنا عندنا داك النيف وهذيك النخوه وهذيك ولا فريمون سا دور في الكوبل. الفو افوار لا سي ليميت كلش بصح الحرم احنا ما نلعبوش من في اوروبا ولا في امريكا وكذا. قصص وتجارب عديدة عشناها في هذا التحقيق، وإن تعددت الأسباب في فشل الزواج المختلط من أسباب إدارية، أسباب ثقافية وحتى اجتماعية، يبقى المشكل الأساسي هو غياب الوعي والتواصل. لازمنا اليوم على مستوى التشريع الجزائري نعيد النظر في الكثير من الإجراءات القضائية، يا إما بالنسبة لقانون العقوبات، قانون الأسرة، أو القانون المدني. هذا لازمنا من إعادة النظر الكثير لأنه فيه ثغرات. والشق الآخر لابدنا من تدعيم الاتفاقية الثنائية مع البلدان وين كاين جالية كبيرة، لأنه للأسف فيه بلدان عربية ولكن ما عندناش معهم اتفاقية ثنائية. القضايا كلهم اللي عرفناهم الجزائر ما وقفتش ابدا مع بناتها، ما وقفتش مع بناتها. اذا هنا كذلك لازم نعملوا اليات من اجل حمايه هاد الاطفال وهاد الامهات الجزائريات، لانه فيه جاليه كبيره في العالم ولكنها تعاني وما تعرفش القوانين وتجهل الاجراءات، ولما يصرى المشكل يصرى تخبط. قررتي تدخلي للبلاد تدخلي حد ما يشدك، ولكن اذا كانوا هناك اطفال والاطفال عاشوا في ذاك الوسط نتاعهم وناضوا على هذيك المبادئ الاجتماعيه نتاعهم ومرتبطين بالوالده نتاعهم الاجنبيه ولا والدهم الاجنبي، هل تستطيع المرأة هذه الجزائرية ولا الرجل الجزائري أن يقسم هذه الأسرة ويجيبهم؟ احنا دائما نعاودوا نقولوا لابنائنا عرفوا وين تحطوا رجليكم، حتى وين اخترتها أجنبية اعرف وين تحط، ادرس هذا الأمر، روح دير تأهيل عند الناس مختصة، ديروا تأهيل زواجي، روح شوف تجارب مع الأجانب وناجحين، واش درتوا باش نجحتوا؟ أنا نعرف كثير من التجارب ولات الزوجة هذه أسلمت إلا من زوج تاعها من المعاملة تاعو. فهل أنت قادر؟ هل الهدف تاعك أني تبني أسرة صح تدخل في الدين تاعك، أم أنك أنت تتخلى على الدين تاعك؟ وللأسف لقينا شباب وبنات تخلوا على الدين تاعهم من أجل أن يظفروا بأزواج من الضفة الأخرى. ظاهرة زواج الأجانب ليست وليدة اليوم، ولكنها زادت خطورتها عندما أصبحت الجزائريات والجزائريون يعانون منها، سواء في ظروف اجتماعية أو الحرمان من الأطفال. ويبقى السبب الرئيسي باختيارهم للزواج المختلط هو اختلاف المعايير في اختيار الزوج لدى الأجيال الجديدة،